الطاكسي المربوح هو الطاكسي الوحيد اللي وصلك وما تخلصوش. طاكسي بو. انا اخويا وين تروح؟ خذ اطلع معايا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بكم في الطاكسي المربوح. الله يحفظك خويا. الله يسلمك. بارك الله فيك. نوصلوكم للقرابة. باطل. وتلعبوا معنا في الطاكسي المربوح. مو تعرفوه الطاكسي المربوح. إن شاء الله. ما في تشوفوا في رمضان. ما شاء الله. اليوم الحظ كان معاكم. أيوة مكتوب له. أنا أتفرج كل يوم خويا. والله العظيم. بارك الله فيك. في رمضان تفرجك. ما شاء الله. تعرفوا قواعد اللعبة وكلش؟ طيبية ما شاء الله. راح يكون معنا اليوم 6 أسئلة. كيف يلقب فريق اتحاد بالعباس؟ سؤال الأول سهل عليها 2000 دينار. فريق اتحاد بالعباس ليكي بتاعكم مش ما نعرفوها. ملقب تاع زعما الأنصار ولا ليكي بتاعنا؟ كيفاش يعيطوا لهم؟ كيفاش يقولوا لهم الفريق؟ لي سكوربيون. العقارب. يعني العقارب. العقارب. لاجيسكا يقولوا لها لي كاناري. لي كاناري هو زيد كاين لي زما. لي زما واش يقول لهم؟ سمعية. كاين لعدي يقول لها الملاحة. ملاحة. هذا هو الجواب تاعكم العقارب؟ العقارب حنا لي سكوربيون. ما تشوفش ملي تسرعت في الإجابة ولا راك متأكد؟ في حنا لي سيبورتا تاع لي زامبا. أبا. ما تغلطوش. والجواب صحيح 2000 دينار. ما شاء الله. نروحوا للسؤال الثاني اللي ايضا عليه 2000 دينار. ما معنى اسم شهر مارس في الميثولوجيا الرومانية؟ إله المطر، إله الحرب، أم إله السلام؟ ما معنى اسم شهر مارس مارس في الميثولوجيا الرومانية؟ اقتراحات. إله المطر، إله الحرب، أم إله السلام؟ احنا نقولوا الجواب الثاني. إله السلام. إله السلام. عندك إله المطر. إله المطر. إله الحرب. إله السلام. السلام. إله السلام. جواب ثالث. إله السلام ثالث. هذا ما عنديش معلومة عليها أنا. تعاوننا شوية. لا من حقش. لا لا لا. بين إله المطر إله السلام. بين الأولى والأخرى. بين الاقتراح الأول والثالث. الثالث والأول. والجواب تاعكم شنو هو؟ نديرو إله المطر. الثالث. شوفوا هما عندهم القاعدة بنقولوهم المناسبة تاعهم. عندكم فكرة على الجواب ولا هكذا ولا محاولة فقط؟ لا فكرة عليها. تاعهم مهم في السؤال الأول ولا الثاني؟ نديرو الجواب الأول. إله المطر. إله المطر. ما معنى اسم شهر مارس في الميثولوجيا الرومانية؟ الجواب تاعكم كان الجواب الأول إله المطر. إله المطر. للأسف الجواب خاطئ. معليش. إله الحرب. إله الحرب. إله الحرب. وعند الإغريق إله الحرب اسمه ما عندناش. اسمه آريس. ما عندناش يعني هذا. التاريخ شوية معليش. جواب كان إله الحرب. سي با غراف. 200 ألف رام عندكم. معليش. روحوا للسؤال الثالث. السؤال. من كان سباقا في جمع القرآن الكريم؟ أبو بكر الصديق أم عثمان بن عفان؟ وسؤال إضافي عندكم تحدي الضوء الأحمر. أعطوني 5 عواصم أوروبية. يلا يلا قبل ما يرجع فان. يلا. عواصم عواصم عواصم. باريس. زيد. بروكسل. بروكسل. يلا يلا يلا. زيد. مدريد. برشلونة. برشلونة. مدريد. مدريد. عاصمة عاصمة. أعطونا عواصم يلا. برشلونة ماما. برشلونة ولا مدريد. عاصمة إسبانيا يلا. أو الأخضر. مدريد. مدريد. ماما. الضوء أصبح أخضر. لازم تكون رابيد 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 رابيد. شوف ما لاش قال بيه كاع. كنت تقول كنت تقول لندن كنت تقول روما كنت تقول هي سؤالك في راسك بس اكيد تقول لك خفيف. واش يتفرقت لك؟ شوف لي شوف كل فروج
ما حنا بصح عندنا يكون عندكم سؤال اضافي و 2000 دينار زايده يعني الا كنتو رابيد راح تريكوبيري ولي كيسيون اللي راح لكم فوالا. نعاودو نرجعو للسؤال تاعنا، من كان سباقا في جمع القران الكريم، ابو بكر الصديق ام عثمان بن عفان؟ يلا اعطوني جواب. سؤال عليه 2000 دينار ايضا. صاحبي قال لك عثمان بن عفان، هذا دروه معنا. هو قال عثمان بن عفان وانت ابو بكر الصديق واش ديروا بيلوفاس؟ هو شوف انت عندك معلومه، ما عندكمش الدروه تغلطوا مرتين، راكم غالطين مره واحده، ثانيه تجوز بصح الثالثه يتوقف الطاكسي. اعطوني جواب نهائي. ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق. جواب نهائي. جواب نهائي. جواب صحيح. 20 دينار اضافيه. بارك الله فيك. ابو بكر الصديق هو الذي جمع القرآن بين اللوحين. صاحبي شويه كي قال لي روح من ابو بكر، قال لي تبع ابن عفان. ابو بكر الصديق هو الذي جمع القرآن بين اللوحين. هكذا يقول لك، يعني في مصحف موحد. ليس عثمان بن عفان. جواب صحيح. 4000 دينار بحوزتكم ما شاء الله. ما شاء الله. روحوا للسؤال الرابع. من هو اب الولي الصالح سيدي بالعباس؟ سهله مهلا سهله. شوف بلادكم اسمها سيدي بالعباس، هكذا ماناش غالطين، مسمينا على الولي الصالح سيدي بالعباس. الاب تاعو شكون هو اسمه؟ مش عندنا جوكر هنا؟ صافي واحد. ايوا سؤال رابع. عندك جوكر، عندك مكالمة هاتفية ولا نقاري وتشوفوا الشاشة هنا برا بالك يعاود. شوفوا واحد هكا، شوف واحد كبير ولا يعرف. واحد كبير هاي صح. شوفوا هنا وين كاين شوية غاشي وين نقدر نتوقف. عندك فكرة؟ لا. سيدي بالعباس الأب تاعو. من هو أب الولي الصالح سيدي بالعباس؟ يلا عندكم دقيقتين. أيوة. ما تروحش معاه، هيا روح معاه، اجري معاه، اجري اجري شويه. هيا شقيوك شويه. يلا على بركه الله. السلام عليكم الحاج. السلام عليكم. الحاج باغي نسقسوك على الوالي، الاب تاع الوالي تاع سيدي بالعباس. الاب تاعها شكون؟ اب؟ الوالي الحاضر تاع دروك؟ لا الوالي كما نقولوا احنا سيدي بالعباس. الولي اللي سموه عليه سيدي بالعباس الاب تاعه. الله اعلم. ما عندكش علم؟ لا ما عنديش علم. خير بارك الله فيك. فوق فيك بارك الله. خويا بغينا نعطي سؤال باش نسقسوا عليه. الاب تاع الوالي سيدي بالعباس، الولي اللي بسميه عليه سيدي بالعباس. والله ما نعرفه. ما عندكش علم عليه؟ بارك الله فيك خويا. خويا انت من بالعباس منه؟ نعم. دوريجين بالعباس. باش نسقسيك على الاب تاع الوالي تاع سيدي بالعباس. شكون؟ والاب الولي الوالي الولي اللي مسمين عليه هادي الولي الاب تاعه. هاد المعلومات تعرف شكون يعطيها لك؟ هذا مول الحانوت اللي راه معلق كاب. هذاك هو. بارك الله فيك. كي راك الحاج لاباس؟ الحاج خاصنا واحد السؤال. نعم. تاع الوالي تاع سيدي بالعباس الولي اللي مسمي الاب تاعه كيسموه؟ يقولوا سيدي بالعباس سبتي. الاب تاعه؟ الله اعلم. يقولوا سيدي بالعباس سبتي. تسمى الاب تاعه شي يكون؟ معنا. الله اعلم. طيب بارك الله فيك. يقولوا سبتي البوزيدي ما نعرف. السلام عليكم. السلام عليكم. نحوسوا على الاب تاع الوالي تاع صالح. الاب لا ما نعرفش. الاب تاعه؟ لا لا ما نعرفش. ان شاء الله ما نعرفش. الله يسلمك. ما عندناش معلومات. كاين جواب؟ والو من بالعباس ما عرفوش. انا نزعف 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 نزعف. هما يقول لك صحه. انا واحد انا معلومه زعما شويه يقول لك سيدي بوزيدي مش عارف كيما سيدي بوزيدي سبتي. سيدي بوزيدي هذا شكون اللي قال لك؟ واحد غير هكا قدامك هذا عنده جواب تاعهم واحد صحه. واش قالوا لك؟ قال لك سيدي بوزيدي سبتي. سيدي البوزيدي السبتي. واحد قال لنا كيما هاك قال لنا مانيش عارف لا سير ولا لا. سيدي البوزيدي واش نديرو حنايا؟ هذا مانيش عارف هذه المعلومة. ناخذوا الجواب هذا ولا شكون عطى لكم؟ هذا مول موطو. هذا مول موطو. هذا الموطو هذا. اما كاع سقسيتهم يقولوا لي كيما هاكا يقولوا لك سيدي البوزيدي. انا سقسيت على مول حانوت قديم انايا قال لي كيما هاكا. نديرو حنا هذا الجواب خاطر ما عندناش معلومة عليه. هذا هو الجواب؟ نديرو هذا الجواب. آخر كلمة. آخر كلمة. والجواب صحيح. برافو. صحيح صحيح. اش بعد ناش معلومه حتى مكاش ماشي بعد ثاني بعد هذه قال لي هذه فوق هذه مكاش حاجه. عندكم 4000 دينار اضافيه.
ما هي عاصمة كوستاريكا؟ ما هي عاصمة كوستاريكا؟ عاصمة كوستاريكا قال لكم جوكر واحد قال لكم ان سول جوكر اللي هو الاتصال بصديق تقدروا تستعملوا الهاتف تعيطوا لك شي واحد ورانا نلعبوا على 12000 دينار عطينا عاصمة كوستاريكا في 30 ثانية يلا السلام عليكم سلام كلا فتحي فتحي لا زوبا فتحي زوبا لا صح هو انا صح عاش بني نقول لك انا سقسي على فتحي ما يسقسيك عندي سؤال راني في طاكسي تاع المربوح قول له شكون معاه مش عارف عاصمه كوستاريكا العاصمه تاع كوستاريكا ياك ايوا شاهي شمعنتها شاهي عاصمه كوستاريكا عاصمه كوستاريكا لا كان يقول لك نعرفها ياك هيا لحظتك خويا كنا نعرفها نقول له صح اخي عيط له صح انا اللي عيط له بشي هو راه يهضر معايا يهضر معايا اخوه معليش عليها ما عرفنيش دونك جوكر ثاني راح لكم معليش ما نقدروش نزيدو نستعملوا الهاتف لكن نشوفوا ثقافتكم ما عندكمش جواب روحوا للسؤال السادس والاخير ما عندناش نزيلو جواب بس تغلط فيها شتاريكا ما انتوكا تغلط ولا تروح لسؤال واحد اخر كيف كيف ها كيف كيف ما كاش جواب نمروا للسؤال السادس الاجابه كانت سان خوسي سان خوسي معليش نروحوا للسؤال السادس اللي يقول من هي العداء الجزائرية المتخصصة في السباقات النصف طويلة مو سؤال موش صعيب بزاف وسهل هذه معلومة ثانية ما عنديش هذه طلعوا منا منا؟ واه يلا دخلنا في الزنايق تاع شريك العباس هذه راك في القرابة هذه الحومة تاعنا تاع بكري ونعود نرجع لهذيك سيدي بلعباس يقولوا له سيدي بلعباس البوزيدي سيدي بلعباس البوزيدي ايوا البوزيدي لانه ابوه كان اسمه البوزيدي كاين جواب ما كان شكون هي العداء الجزائريه المتخصصه في سباقات النصف طويله الحاليه دروك ولا قديمه مش درك ما عدناش تقريبا عداءات اللي راهم بطلات اولمبيات وبطلات افريقيات كثير سبحان الله هي تاع سيبا لا صافي لا انا نعرفه حاسيبه بالمرقه تاع بكري حاسيبه بالمرقه تاع بكري ابو المرقه هذه نعرفه احنا ندو هذا الجواب ندو هذا الجواب صحيح حاجه عندنا معلومه عليه نعرف غير هذه انا بكري نعرف غير هذه صح تما هي مشهوره بالجزائريه كتريون هكذا كيما راني سواسوا كيما لاغيني شاء الله طريق الستار الجواب تاعكم كان حاسبه بالمرقى اخر كلمه اخر كلمه للاسف الجواب خاطئ عندنا معلومه غير ليها هذه وريا بنيده مراح تعرفوها ولا لا؟ ما سمعتش تعرفوهاش معروفه اخر مشاركه ليها كانت سنه في الالعاب الافريقيه سنه 2006 وين تحصلت على برونزية وذهبية. ريا بنيدة مراح. معليش. معليش. خدينا معلومة. خدينا 8000 دينار ما ننساش بلي ربحت 800000. يلا نتوقفوا نسلموا لكم المبلغ. الله يحفظك. صحة. نتوقفوا لهنايا. هاد البلاصة هادي راه تم يبيعوا غير لي كروسيس. غير لي كروسيس. دينار بسم الله يلا
تفضلوا هبطوا يلا نسلموا لكم مره يلا انا لابينا نسلموا لكم المبلغ بسم الله هذه 5 هذه 6 7 مبروك عليكم صاحبنا على ابتدان قولوا كلمه للمشاهدين بمناسبه شهر فضيل واش رايكم يا سير في الطاكسي المربح؟ لا طاكسي المربح نتابعوا احنا كل زعما كل رمضان نتابعوا ان شاء الله هذا زعما ورانا فيها اليوم زعما زعما درنا فيها حاجه زعما فوتنا مع الانشون اللي شابه ونتمنى لكاع الجزائريين شهر رمضان كريم بمناسبه شهر رمضان نتمنى لكم كل خير في هذه الحصه تاعكم تاع الطاكسي المربوح يعطيك الصحه ان شاء الله نتمنوا هذا الشعب الجزائري والشعب المسلم كاع رمضان مبارك وان شاء الله يصوموا بصحه وكل شيء كما نقولوا ان شاء الله كاع يتمنوا خير وانتم لما غدا الحظ تاعي انا اول مره انا عمري ما تفرجت ما نكذبش عليك سواء اول مره طاح عندي الحظ مع صاحبي وصاحبي كان يحكي لي عليها هذه المره ان شاء الله تولي تشوفها ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله بارك الله ان شاء الله بارك الله فيك خويا وان شاء الله نتمنى لكم النجاح انتم ثاني ان شاء الله في تاريخ المسيره يعطيكم الصحه وبارك الله فيك بارك الله ومبروك عليك شنو غديروا بالدراما اسمهم انا وياه انا وياه انتوا كيف كيف انا وياه هاك شوف هاك صاحبي ما شاء الله لا خويا لا لا حبك خويا ربي يحفظك صحيت خويا لا حبك صحيت وشارك الله يبارك ما شاء الله خفيفي قدروا يربحوا معنا مبلغ 8000 دينار تاكسي مربوح.